Mosaic FM Podcast. Sport Express. صباح الخير، صباح الورد والياسمين، اهلا وسهلا بكم في سبور اكسبريس. ما نجمش المنتخب الوطني لكرة اليد كمل يمشي بعيد في مونديال كرة اليد في اسبانيا وخسر البارح وانسحب من ضد الدور الثمن النهائي امام المنتخب الدنماركي القوي والعتيد. منتخبنا خسر بنتيجة 23-30 بالرغم من البداية الجيدة واخذ الأسبقية حتى إلى مستوى فارق 4 نقاط، لكن العودة كانت قوية جدا من المنتخب الدنماركي اللي كمل منتصر. تفاصيل المباراة والانسحاب ودور الحكم في ترجيح كفة المنتخب الدنماركي جينا من عند أفضل لاعب في المونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الحارس مروان مجيز في ميكرو مبعوثنا الخاص فهمي البارومي. لعب اليوم كيف يظهر لي كيف تخيو نيفو يفو با اوبلي سون لي شامبيون دوروب وين برشا في الدفاع، يعني اذا نحكيوا على الحكايه دي عندهم دي جوار دي كاباريك كبار برشا لاك سنترال تاعو في الدفاع، يعني فوي برشا احنا قوتنا كما نعرفوا الناس كل يقول لك نشوفوا لي ستاتستيك نتاعنا كل ماركين بي بار 70 ولا 75% دي بيتانا من لاك سنترال يقول لي اليوم كنا اي تري غون ديفيكولتي في الاتاك سور اتاك باسي نحكي كي جو دو ترانزيسيون بلوز او موان سا مارشي ان بو لو مونتي بال كل لكن سور اتاك باسي اون تروفي بوكو دو ديفيكولتي في بريمي دون عملنا اون تام بي الماتش يقول لي ما اوبلي الاربيتر ما خلاش نلعبوا بكل ماتش بريزيل كيف كيف ما حكيناش عليه برشا، لكن ماتش اليوم الكروات هما بيدهم اللي في ميتون اشاك فوا يقول لي ناخذ سكور تاع 2-3 بوان خليهم يرجعوا فاسيلمون في الكور في اللقاء وبارتيغ دو يعني ماتش ولا نول يقول لي 13-11 يظهر لي وقت عمل مرتين في الانتيلي نحن وقت مرة عيسامرة في الندوي ما زفرش ترجع مونتي دبال ويماركيوهم سير كونتراتاك وكل من وقتها رب 4-5 بوان و 6-6 فريمون يعني بس ترجع كونتر دنمارك مع اربيتر ضدك يعني قولها يعني 100% فريمون الاربيتر تي كاتاستروفيك اليوم بونس اللي خرج مش خايب العكس كيف دنمارك قوية برشا كيف خارقة العادة عندهم دي جوار دي تري او نيفو وكا هو يظهر لي مالوغوزمون يعني برشا صغار ما همش سنتين باللي لعب دابل كدا شيخ كونتر فرنسا كونتر المانيا وكل لكن اليوم يظهر لي دنمارك تستحق باش تربح. كان هذايا مروان مجيز. مروان مجيز كذلك يحكي لنا على الايجابيات والنقاط الايجابيه اللي نجم يروح بها المنتخب من مونديال اسبانيا. يا بوكو دو بوين بوزيتيف بالحق يقول لي برشلونه اول مره يعني يعملوا شامبيون دي موند كل سي تري امبورطون يدخلوا من باب كبير خاطر شفناهم برشا جوار صغار عندهم اون تري غوند بيرسوناليتي وكل يعني يليزيت با يمشيو ما يخافوش يحملوا برشا بريسيون يا خاطر ماتش تاع بريسيون لعبناهم كما البرازيل كما تيخطوا الارجنتين اللي كانوا دي ماتش de كله وتحملوا البريسيون هذه وعدم مقابله زاد من التور لين كبار برشا ويظهر لي انا نشكرهم لات كوليكا اللي حتى اللي ما لعبوش اللي كان عندهم دور كبير برشا في الفيديو جروب وكل يظهر لي جو بونس المشاركه في ككل اللي تري بوزيتيف. النتائج البارح في الدور الثمن النهائي كذلك كانت على نحو التالي: تأهل ألمانيا على حساب مقدونيا 28-23، تأهل روسيا على حساب البرازيل 27-26، وتأهل المنتخب الفرنسي 30-28 على حساب إيسلندا. من مونديال إسبانيا لكرة اليد نحكيه على المونديال الإفريقي كان 2013 وآخر أخبار المنتخب الوطني جينا مباشرة من مدينة روستنبورغ من مبعوثنا الخاص حيدر الشيرني. حيدر صباح النور، مرحبا بك. صباح النور عبدو، صباح النور كل مستمعي موزايك. المنتخب الوطني يعمل اليوم الحصة التدريبية الأخيرة قبل مقابلة الجزائر غدوة إن شاء الله بداية 7 بتوقيت تونس، لكن قبل فما كونفرنس دو بريس 11 بتوقيت روستنبورغ نص نهار بتوقيت تونس. إن شاء الله يعني نتعرف وقت على آخر الملاحظات آخر التوصيات آخر الرتوش من المدرب سامي طرابلسي للاعبية وكل ما يهم المقابلة ضد الجزائر. الحقيقة في البريود نتاع التحضيرات لاحظنا برشا ضعف هجومي لكن لاحظنا زاد برشا ضعف دفاع. كان نجم نتكلموا على تشكيله ونولوا المعالم والملامح مازالت مش واضحه وسامي طرابلسي مازال ما خداش القرارات النهائيه يعني فيما يخص الاختيارات. نجم نقول انه على الاقل على المستوى الدفاعي الاربعه اللاعبيه واضحين بنسبه 90% باش يكون بلال العيفه على اليمين خلي شمام على اليسار ايمن عبد النور ووليد العيشري في محور الدفاع. قعد اشكال فيما يخص الحارس اللي باش يكون اساسي ضد منتخب الجزائر اما البلبولي ولا معز بن شريفين. البلبولي عنده
مدة يعني ما ترنش بالتابع على المنتخب الوطني. بالمقابل برستاشيو متميزة من حارس معاز بشريفية، ممكن نقوله نظريا ماشي المعاز بشريفية أكثر، لكن نعرفه بليح سنة رابلسك فيش يخمم أكثر في اللاعبية اللي عندهم خبرة للاعبين أكثر كومبيتيسيو، على ذلك نقوله أقرب للبولي، ولو أنه زاد معاز بشريفية يقعد منافس كبير على البلاصة هذه. على كل نقوله أنه القرار النهائي فيما يخص حراسة المرمى باش يكون في آخر لحظة. وسط الميدان تم بشارع سامي ترابلسي بكاسة بيفوات، خالد المولي مع وسام يحيى وشادي الهمامي، وقدام القو كل من صابر خليفة، يوسف المساكني، وعصام جمعة بوانت، ولا فما فورميل واحدة أخرى نجم يلعبها سامي ترابلسي أنه يلعب زوج لاعبية ارتكاز، خالد المولي ومعه إما شادي الهمامي ولا وسام يحيى، وسام الدراجي، يوسف المساكني، صابر خليفة، وعصام جمعة القدام. على كل اليوم إن شاء الله نتعرفوا على كل ما يهم الاختيارات وكل ما يهم آخر التحضيرات في انتظار مقابلة الجزائر غدوة بداية من 7 بتوقيت تونس، وإن شاء الله حظ سعيد للنصور. نقعد في الكان، نقعد مع الكان. والبارح غانا تعادلت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-2، وفي المباراة الثانية فوز مالي على النيجر 1-0، هدف سيدو كيتان ذكر المباراة هذه، زفرها الحكم اللتونسي سليم الجديدي والمساعدين كذلك التونسيين بشير الحساني وأنور هميلة.